هو مش قصة انه الافكار اللي انا عم بطرحها كتير غريبة او كتير فيها مواجهة او كتير فيها، لا هي مش هيك، هي ببساطة بس افكار لتعدل ما هو سائد، لانه في مفاهيم منتشرة عم بتدمر الانسان علنا. يعني بيقولوا لي انه انت حامل السلم بالعرض، انا هلا صرت مبسوط بهذا الوصف لانه نحن بحاجة لحدا يحمل السلم بالعرض ليبطئنا، لانه اذا كلنا حاملينه بالطول ورايحين ومش عارفين لوين حنروح كارثة. فعلا فينا ناس لازم توقف وتحمل السلم بالعرض، يا جماعه بس تفهموا لوين رايحين، بالانسان بالعيله بالعلاقات بالسعاده. لك لو ماشي الحال نص مصيبه، لو ماشي الحال نص مصيبه، ما مش ماشي الحال، ما كلنا عم ديبرشن واكتئاب وطلاق ومنتل ايشوز والدنيا مثل ما شايفينا. طب ما واضح انه مش ماشي الحال، فديفينتلي وي نيد انه نهدي البال، ديفينتلي بدنا نقعد نفكر بالمفاهيم المنتشره اللي عم توصل فينا لهون، يعني اللي عم توصل بالبشريه لهون.